صباح الخير بحلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الأربعاء 17 كانون الأول. طرابلس تزينت بألوان الفرح لاستقبال الميلاد المجيد العشر السنوي لجمعية سكون، بالإضافة لآخر الإصدارات الفكرية وتفاصيل عنا مع زميلتنا مريم الحج، والاحتفال السنوي لمؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني. أما ضيفتنا لليوم فهي منسقة مشروع الاستجابة لحالات الطوارئ بمؤسسة أبعاد لما نجا، لنحكي معها عن فيلم الأنيميشن يلي بتناول موضوع الزواج المبكر. ولكن البداية مثل كل صباح بتكون مع اتصالنا مع مصلحة الرصاد الجوية، واليوم معنا على الخط الأستاذ محمد كنج لنطلع معه على طقس اليوم وكيف رح بيكون خلال الويك أند، ناخد فكرة يعني. صباح الخير أستاذ محمد. صباح النور يا هلا، كيفك؟ ماشي الحال الحمد لله. تفضل، شو في تفاصيل بداية عن طقس اليوم؟ بالنسبة أول شيء للحال العامة، عندنا طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي المتوسط، حيتحول لمتقلب ابتداء من صباح يوم جمعة بكرة، بعد بكرة الجمعة. بعد بكرة عفوا. بالنسبة للطقس المتوقع لليوم، اليوم غائم جزئيا بسحب مرتفعة، عنا بهالشي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ارتفاع بسيط. الخميس حيكون غائم جزئيا بكرة لغائم أحيانا بسحب مرتفعة، عنا ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة. بيرجع الطقس بلش يتغير ابتداء من بعد الظهر، بيصير عنا انخفاض تدريجي في درجات الحرارة. نعم. الجمعة حنشهد طقس متقلب غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، بيتحول من الظهر وطلوع لغائم مع تساقط أمطار متفرعة. الأمطار رح بتكفي خلال الويكند؟ الأمطار حتكون متقطعة، يعني نهار السبت يمكن ما نشهد أمطار، نرجع السبت بعد الظهر نشهد شوية أمطار، الأحد يعني ما أمطار متقطعة على فترات زمنية بسيطة، بس نهار الجمعة هي الأساس. نعم. وإذا نرجع بس لطقس اليوم تناخد فكرة اليوم درجات الحرارة رح تتراوح قديش تقريبا؟ درجات الحرارة اليوم على الساحل بين 10 و 23 درجة. نعم. فوق الجبال من 6 ل 17، بالمناطق الداخلية من 4 ل 20، بالأرز من 3 ل 10. نعم. الهواء عم بيكون شمالي غربي لشمالي شرقي، سرعته بين 10 و 30 كيلومتر. اما حال البحر فمعتدل، حراره سطح الماء 21 درجه. نعم. هذا اجمل كل شيء. شكرا لك استاذ محمد، وبنتمنى لك نهار اربعاء حلو. جوال صباح الخير. صباح الخير بيارات لك للي عم بيتابعونا اليوم. رح نعمل جولتنا على ابرز ما كتبته الصحف بعناوينا. اليوم الأربعاء 17 كانون الأول، وفي عناوين صحيفة النهار: مساع لتوحيد مرجعية التفاوض في ملف العسكريين، بري موقف القوات لا يلغي عمل لجنة التواصل، مسؤول أمني سابق شجع المصري والنصرة نفت تكليفه، وكالة موداز تخفض التصنيف الائتماني للبنان. ضمن أسرار الآلهة، ورد في تقرير أمني أن اللاجئين السوريين في الضاحية يسجلون أسماءهم وأرقام هواتفهم وعناوينهم في مركز خاص في مجمع سيد الشهداء. تحضر الأمانة العامة لـ 14 أذار لخلوة تقويم في مرور نحو 10 سنوات على قيامها. قال مدير عام إن ملف الفتوش هرب تهريبا ولم يطلع عليه أي مسؤول باستثناء موقعيه. وزعت دعوات لافتتاح طرق أطلقت عليها تسميات لأشخاص إيرانيين. تساءل مسؤول كنسي، هل بين عون وجعجع أكثر مما بين الحريري ونصر الله لئلا يلتقيا؟ وبختم النهار ضمن الافتتاحية ومقالي بقلم سمير عطلة بعنوان قرن الصياغين. بعناوين صحيفة السفير: ملف العسكريين، أوقفوا هدر الوقت والدم، ماذا يدور في الرياض حول الاستحقاق الرئاسي؟ لجنة قانون الانتخاب تتعثر. حوار حزب الله والمستقبل بين العيدين. قضية المفقودين، ملف التحقيقات إلى الصليب الأحمر. أيضا في عناوين صحيفة السفير: تشويش أمريكي على اجتماع موسكو، سوريا تتحفظ على المراقبين الدوليين في حلب. وأيضا ضمن عناوين السفير: 25 قتيلا بينهم أطفال في تفجير يستهدف الحوثيين اليمن، الصراع السياسي يعطل الثقة بحكومة بحاح. من السفير إلى عناوين صحيفة الحياة: طالبان باكستان تنتقم من الجيش بمذبحة طلاب، أكثر من 141 قتيلا، وتنديد عالمي بهجوم مسلحين دخلوا مدرسة من مقبرة، وواشنطن تحذر من الذئاب المتوحدة. مؤتمر في إربيل للقوى السنية العراقية. تفجير يستهدف نقطة تفتيش للحوثيين بعد سيطرتهم على محيط وزارة الدفاع.
مجزرة تلميذات في اليمن. خالد بن سلطان يأسف للعودة إلى عصور مظلمة، الإرهاب يسيطر على خطوط نفط وسدود مياه. سعود الفيصل يلتقي دمستورة، ونصف سكان سوريا مهجرون، ثلث الأراضي في يد النظام وداعش يسيطر على ثلث آخر. أيضا في عناوين الحياة، فجر ليبيا تشرك طيرانها في الحرب، وختاما تراجع النفط يهدد بوقف مشاريع بتريليون دولار. جولتنا بتتابع مع عناوين صحيفة المستقبل وصورة رئيسية للرئيس الحريري عم بيستقبل دكتور جعجع بالرياض مبارح، والعناوين الحريري وجعجع يبحثان سبل الخروج من المأزق، وقهوجي يؤكد بدء الاستفادة من هبة المليار، استاتيكو على كل الجبهات من الرئاسة حتى النفايات. الفلسطينيون مصرون على التوجه إلى مجلس الأمن، واشنطن تهدد بالفيتو. الروبل يطحن إجراءات المركزي، اجتماع للحكومة الروسية يبرز مدى خطورة الوضع الاقتصادي. المشترك المنسي عن عروبة خسرناها، أهالي العسكريين خلص الحكي. المستقبل تنشر أبرز ما جاء في اقتراح القانون المعجل حول الأملاك البحرية. جولتنا بتتابع مع عناوين صحيفة الأنوار، أزمة نيابية بعد مقاطعة القوات للجنة قانون الانتخاب. هذا العنوان الرئيسي، وبعناوين أخرى، لبنانية بين رهائن سيدني واجهت تهديدات الشيخ المزيف. الإمارات قررت تعيين سفير في لبنان. انفجار سيارة بالعاصمة الليبية، وبقلم المحل السياسي حرب عالمية أولى ضد الإرهاب. 180 قتيلا في الهجوم على معسكر للجيش السوري، 25 قتيلا بانفجار سيارتين في اليمن. وأيضا في عناوين الأنوار، مجزرة في مدرسة بباكستان ارتكبتها طالبان. وفي العناوين الاقتصادية، صندوق النقد، دول الخليج قادرة على تحمل تراجع النفط. وبختم مع مقالة رفيق خوري وعنوانها رهان أردوغان المعاكس لجاذبية النموذج التركي. ومن الأنوار إلى عناوين صحيفة اللواء، زحمة خلافات أمام مجلس الوزراء غدا، وهيل ينتقد الرابية، تحضيرات بطيئة لحوار المستقبل حزب الله، والكتلة تدعوه لوقف تفريخ السرايا. حزب الله يكشف عميلا للموساد في صفوفه. 265 قتيلا وجريحا بهجوم لطالبان على مدرسة للجيش الباكستاني. وبقلم فؤاد مطر، ما بعد مؤتمر الأزهر من إيران إلى لبنان. 200 قتيل نظامي ومعارض بمعارك طاحنة في ريف إدلب، موسكو تتوقع انعقاد جولة مفاوضات في كانون الثاني. كيري يلوح بعد لقاء عريقات بالفيتو، والفلسطينيون ماضون إلى مجلس الأمن. وختاما اللواء تروي حقيقة ما جرى بين شعبة المعلومات وسرايا المقاومة. من اللواء إلى عناوين صحيفة البلد، قنبلة موقوتة في خلية الأزمة وقانون الانتخاب في ملعب بري. كلية السياحة مهددة بالزوال والسبب تكسير رؤوس. روي مطران لوجه طبيعي بتقنيات مضمونة. لبنان الرياضي يودع أنطوان شارتييه اليوم. وبختم مع صورة رئيسية، إرهاب متحرك بإضاءة على تفجير المدرسة اللي صار بباكستان. بترجمة العناوين، إذن هيدي الصورة وعم نشوفها منشورة بمعظم الصحف اليوم للأسف. منتابع مع عناوين ديلي ستار، وبترجمة لأبرز ما كتبته اليوم، المبعوثون يحثون على إجراء الانتخابات سريعا، ولقاء للحريري وجعجع، بري يأمل بإجراء جلسة الحوار بين المستقبل وحزب الله قبل نهاية السنة. فرنسا وأهوجي وقعان على هبة الأسلحة السعودية. وختاما طالبان باكستان تقصف مدرسة، والنتيجة 141 قتيلا. وبختم بعنوان أخير، الطائرات السورية تقصف إدلب بعد خسارة قاعدة مركزية وتؤدي إلى مقتل 50 شخصا. من ديلي ستار إلى لوريان لوجور، في بيشاور الوحوش والشرف، معتقلون في سوريا ومفقودون، خطوة أولى صلبة نحو الحقيقة. استئناف الابتزاز الحقير، الدولة الإسلامية تهدد بإعدامين نهار الخميس. بعناوين صحيفة الشرق، المستقبل يتوقف حزب الله عن تفريخ المجموعة المسلحة، 3 فيتويات عونية كتائبية قوتية على مشروع الانتخابات، 200 قتيل والنصرة تسيطر على معسكرين للنظام. هذه هي المهن والوظائف المحصورة باللبنانيين. وبقلم عون الكاكي، انزعوا الورقة الفلسطينية من أيدي الأصوليين. 145 قتيلا و 122 جريحا بمجزرة طالبان في مدرسة باكستانية. السلامة مؤمنة في مطار بيروت.
بري سيرأس الجلسة الأولى للحوار. حوافز المركزي ستحول دون الانهيار، ختم مستودع أدوية وإقفال صيدلية. وأيضا في الشرق، داعش قتلت 150 امرأة، رفضنا نكاح الجهاد. وبختم مع الصورة الرئيسية أهالي العسكريين، الحريري أملنا الأخير. من الشرق إلى الشرق الأوسط، مندوب فلسطين كيري لم يأتي بجديد، وذاهبون إلى مجلس الأمن، لقاء عاصف في لندن ينتهي بتبادل التهديدات. أكدوا أن الاعتداء على رجال الأمن إساءة إلى الوطن ومخالفة للدين. السعودية 30 من وجهاء القطيف ينددون بإرهاب العوامي. زعيمهم يفتح النار على الرئيس، وأنصاره يقتحمون الثورة ويحاصرون الدفاع. الحوثيون يبدأون معركة رئاسة ضد هادي. باكستان تصحو على مجزرة تلاميذ ضحيتها 141 قتيلا. التنافس على أشده بين دول أوبيك على أسواق آسيا. إيران تقدم أعلى تخفيض على نفطها منذ 14 عاما. وجولتنا بنختمها مع عناوين صحيفة الجمهورية بالعنوان الرئيسي اليوم: حركة رئاسية في السعودية وإضاءة على اللقاء اللي جمع الرئيس الحريري مع دكتور جعجع. وفي عناوين أخرى: القوات، امتعاض انتخابي ورئاسي، لبنان ينضم إلى سوق أمريكا اللاتينية في غياب القطاع الخاص. وبختم بعنوان الرياضي: ريال يدنو من لقب كأس العالم للأندية. ومع صحيفة الجمهورية ممكن وصلنا لختام جولتنا على العناوين السياسية. بريك ومنرجع.